بكم في فيديو جديدة، كنتمنى تكونوا كلكم بخير. مرحبا بكم في القناة، كنتمنى تكونوا كلكم بخير والصحة ديالكم مزيان. مهم انا رجعت لكم في فيديو جديدة، كنتمنى انكم تجربوا هذه الوصفة الرائعة اللي غادي نقدم لكم. بالنسبة لوصفة اليوم، هي وصفة عبارة على واحد الوصفة اللي معروفة عند الامهات ديالنا، وصفة منذ القدم والدين ديالنا الامهات ديالنا كيستعملوها الشعر ديالهم. الا بغيتي الشعر ديالك ما يبقاش يتساقط، بغيتي الشعر ديالك ما يبقاش يعني يطيح، ما يبقاش يتقرض ليك، بغيتي الشعر ديالك يطوال، بغيتي الشعر ديالك ما يبقاش يعني حرش او لا ناشف، هاد الوصفه فعاله فعاله مجربه 100%. يعني عطات لي الام ديالي صراحه. بيني وبينكم حنا الجيل ديالنا دابا ما بقينا كنتقبلوا هاد الوصفات الطبيعيه، ما بقينا باغيين نديروا حتى شي حاجه للشعر ديالنا او الجسم ديالنا، ولينا باغيين غير داك برودويات، باغيين غير نصوبوا الشعر ديالنا السوشوار، ما كنديوهاش كاع في البنيه ديال الشعر الداخليه. فبالنسبه لهاد المكونات البنات يعني كتستعملهم اخت ديالي تبارك الله ما ضريتها الشعر ديالك قداش طويل، يعني كنقول يا ريت شعري غير يولي قد الشعر ديالها، ولكن للاسف انا يعني صراحه بيني وبينكم عاد وليت باغا نستعمل هاد الوصفات. مني عييت ما خليت ما درت لشعري دوك المنتوجات، كنبقى نصاوب شعري بلي بلاك وداكشي حتى حرقته، ما بقى فيه ما يتشافق صور. يعني اللي شافني مع خواتي تيقول هذيك راه ماشي خدهم، خواتي تيكلهم الشعر ديالهم طويل ورطيطب، يعني رطب مزيان وصحيح، يعني واقف على السطح كما تنقولوا الزغبه غليظه. فما نطولش عليكم بنات، هاد الوصفه كتكون من اربع مكونات يعني ولا اكثر. هاد المكونات كلها متواجده عند العطار او بائع القطاني. بالنسبه لهاد المكونات، اول مكون البنات اللي غادي نحتاجو هو الحرمل. كما تشوفوا معايا الحرمل معروف كيتعمل الشعر رائع بزاف بفوائده الغنيه والرائعه بزاف، يعني كيغذي الشعر ديالنا وكذلك كيمنعو من التساقط وكيخلي الشعر باش يطوال دغيا دغيا. بالنسبه للبنات اللي باغيين يطولوا شعرهم ويعني يبدلوا الزغبه ديالهم، وكذلك حبه راس كما تشوفوا معايا هي هذه حبه راس. اللي ما كيعرفهاش يعني كل هاد المكونات غتصيبهم متواجده غير عند العطار، غتقولي له هو غادي معها لك فكما تشوفوا معايا. وكذلك حديد الحمراء او حديده الحمراء كما تشوفوا معايا هي هذه، نوضح لكم الكاميرا. وكذلك عندنا هنا التكاو، التكاو حتى هي كتعمل الشعر. كل هذه المكونات كيتعملوا الشعر وعنده فوائد رائعه بزاف، كيبينوا النتائج يعني مفعول ديالها دغيا دغيا. بالنسبه لطريقه الاستعمال، غادي تاخدي هذه المكونات كلها، ممكن يعني تدوزي عليها تنقي على كانت فشي عويدات او شي حجيرات تحيديهم ماشي مشكل. من بعد غادي تجمع هذه المكونات كلهم واللي مازال عندهم يعني الدقاق هذاك كما تيقولوا لي المراز ولا ما نعرف انا اش تقولوا لي، هذاك غادي تدقي فيه هاد المكونات. اللي مازال باقى عنده المراز اللي بغى يتقدم ماشي مشكل، يعني يطحنهم غير في المولينكس ديال العطريه، راه يعني غتسهل عليه بسرعه. وغادي بالتالي يعني بالزربه غادي يحضر هاد الوصفه، يعني يطحنهم فيه راه كيتني له مزيان. من بعد غادي توضعي هذيك الكميه تحتفظي بها، تاخدي منها تقريبا غير 4 المعالق كبار او 3 المعالق على حسب الشعر ديالك. وغادي تاخدي زويته بلديه وتوضعي هاد المكونات كلها اللي مطحونه، تاخدي منها كما قلت لكم 4 المعالق، توضعوها في شي مقلات وتوضعي معاها يعني الزيت بلديه او زيت العود، وتخلطي المكونات مزيان وتشعلي عليها العافيه حتى تبان لك يعني غير دفات، غير باش ملي توضعي الشعر ديالك ما تجيكش بارده، هذا ما كان ماشي تخليها حتى تحرق صافي. من بعد تاخدي داك المكونات وتاخدي شي قطينه هكا وتبقاي تغمسيها داك الخليط وتشقي الشعر ديالك. وانت كتحلي الشعر ديالك وكتشقي يعني غادا حتى كتبطبطي الراس ديالك مزيان، يعني كله من الجذور من تحت من لي بوان من كلشي يعني مزيان. من بعد تغطي الراس ديالك، الا وضعتيها هكا في الصباح تخليها النهار كله حتى الليل تغسلي الشعر ديالك، اولا تمشي للحمام اولا عملتيها باللي ممكن تخليها تبات في الشعر ديالك. ما تخافي ما عندها حتى شي ضرر، لان هذه الوصفه رائعه بزاف كما قلت. واخا يكون الشعر مصبوغ ممكن تستعمل هذه الوصفه، يعني ما تاثرش على الشعر. هذه الوصفه تخليها حتى الصباح يعني وتمشي للحمام اولا تغسلي راسك في الدوش. فهذه الوصفه يعني رائعه وممتازه، كنتمنى انكم تجربوها لانها رائعه بزاف. وانا صراحه يعني خديت هذه المكونات يلا بغيت نحضرها، لانني يعني يلا عمت يلا عاد بغيت نطحنها باش ملي نبغي نمشي للحمام يعني نوضع الشعر ديالي. لهذا بغيت نشاركها معكم، وهذه الوصفه راه مجربه، يعني انا كنشوف الام ديالي كتستعملها، خواتاتي الشعر ديالهم تبارك الله كي داير فين يبان انا شعري، يعني الشعر ديالهم طويل وزوين زوين بزاف، يعني كلشي كيبقى حل فمو في الشعر ديال خواتاتي. وشنو الوصفه السحريه هي هذه؟
كانت كتستعملها لي ماما ملي كانوا صغار، وبقاو كيستعملوا واخا تزوجوا داكشي بقاو كيستعملوها دائما. ملي كيبغيو يمشيو للحمام كيستعملوها، بحال دابا كيستعملوها مرتين في الشهر او على حسب يعني الكانه، ولكن ما كيستغناوش عليها. يعني رغم ذلك ما كيستغناوش عليها. ماشي انا بحالي، انا ما عارف ان هاد الجيل ما كتبغيش تستعملي، كتقولي نبقى نعمر راسي هادي يعني صافي، ما كديهاش في راسك. يعني يلا عاد بغيت نتهلا في راسي بهاد المكونات الطبيعيه وهاد الاعشاب الطبيعيه باش نحاول نبدل الزغبه ديالي، لان راسي يعني تكرفس، كرفستو مزيان، كرفستو بزاف، ولا طالب مني الشرح. فالبنات كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. اللي عجبكم ما تنساوش اللايك ديالكم باش تشجعوني، وكذلك تشاركوا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم اللي تعم الفائده، وما تنساوش تعليقاتكم علاش لو تشتركوا في القناه. والسلام عليكم، نشوفكم فيديو جديد ان شاء الله مع وصفه جديده.